السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من وسط لندن وفي فيديو جديد ألتقيكم مرة أخرى بتاريخ اليوم وهو 31/7/2021. أنا الآن في منطقة مهمة في وسط لندن وهي تسمى ساحة ترافلغا سكوير، وهذه الساحة مشهورة جدا هنا في وسط لندن ومعروفة بمعالمها الشاخصة. تلاحظون خلفي تشاهدون الآن، طبعا هذه الساحة الآن تحتوي على نافورات. تلاحظون هذه النافورات الآن تجري لها صيانة، قبل أشهر كانت تعمل بشكل جيد والآن يجري لها صيانة. انظروا هذا النصب، هذا الكولين، طبعا هذا نصب هسه راح احكي لكم على قصته واشوفكم التماثيل الاسود العملاقة. تقدرون تشوفوا ايش قد عالي. شوفكم هذا التماثيل الأسود، طبعا تماثيل رائعة جدا. انظروا تفاصيل النحت. سوف أقوم بالتعليق على هذا النصب وشرح تفاصيل هذا النصب. طبعا هذا النصب يمثل على قمة هذا العمود الذي تشاهدونه الآن، هناك تمثال القائد ويلسون. طبعا هناك معركة حدثت في سنة 1805 في القرن التاسع عشر، كان على رأس الأسطول السفن البريطاني هو هذا القائد ويلسون الذي يعلو هذا العمود الآن تمثاله. انتصر هذا القائد على الأسطول الفرنسي الذي كان يمثل نابليون الأسطول الفرنسي، ولن يخسر سفينة واحدة من الأسطول البريطاني، بينما خسر الأسطول الفرنسي 22 سفينة، وكانت أول معركة حربية بحرية انتصر بها البريطانيون بشكل باهر، فخلدوا ذكرى هذه المعركة بهذا النصب الذي تشاهدونه الآن في وسط لندن. انظروا إلى تماثيل الأسود، طبعا تماثيل الأسود ترمز إلى القوة. تماثيل الأسود ترمز إلى القوة.
تلاحظون الآن أمامكم هو متحف، بس يعني خاص باللوحات. هذا المتحف خاص باللوحات. طبعا هناك تماثيل لقادة شاركوا في المعركة، أيضا ذلك تمثال من التماثيل. وتشاهدون الآن النافورة، هذه النافورة، إحدى النافورات. طبعا هسه مسيجة، أعتقد هناك ترميمات عليها يجري. تشاهدون الآن أمامكم المتحف أو الجاليري، هنا مكتوب جاليري يعني معرض. سوف أريكم مرفقات هذه الساحة. الآن سوف أصوركم المرفقات وتشاهدون كل شيء بعينكم. الآن أصور كنيسة هنا، تشاهدون هذه الكنيسة، وهناك تمثال فارس هنا أيضا. طبعا أنا شاهدت السنة الماضية كان هناك تمثال يمثل الثور المجنح بدل هذا النصب الحالي الذي تشاهدونه الآن أمامكم. كان مصنوع من علب معدنية وكان روعة في الجمال. وهذا الثور المجنح قام بنحته فنان يهودي الأصل، يهودي يعني من الطائفة اليهودية، وكان رائع جدا. الآن هذا النصب بدل عنه، انظروا يعني هنا يمثل هذا النصب آيس كريم محطوط يعني وموضوع عليه هو فاكهة التشيري، احنا نسميها، نسيت اسمها، يعني هاي الفاكهة أمامكم. وهاي الطائرة الدرون، ما أعرف شنو قصد الفنان بوضع طائرة الدرون على هذه الفاكهة، ثم أسفلها الذبابة الكرز، هذه اسمها فاكهة الكرز. فاكهة الكرز، يا نعم، هذه اسمها فاكهة الكرز. تشاهدون الآن المنظر، التمثال منظره بالتقريب. هناك الكولون، والمنطقة المحيطة لو كانت النافورات تعمل لكان المنظر جدا جميل، لكن مع الأسف هناك ترميمات تجري على النافورات متوقفة الآن.
تستطيعون النظر إلى التصاميم العمارية من الأعمدة والطراز القرن 19 و18. طبعا لندن تمتاز بالأبنية كما ذكرت سابقا، تمتاز بالأبنية. تنظرون تشاهدون الصورة واضحة الآن للنصب، جميل جدا. من هنا المنظر جميل جدا. خصوصا الجو غائم جزئي، درجة الحرارة تصل إلى 17 إلى 16 درجة مئوية. وأذكركم في تاريخ اليوم وهو 31/7/2021. سوف أصور لكم في فيديو لاحق البرلمان البريطاني الويستمنستر وكذلك لندن آي، عين لندن. سوف أشاهد هذا التمثال الآن أمامكم، سوف أصوره من قريب وترونه بعينكم. مكتوب ميجر جنرال سيار هنري. رائع، جدا رائع. تخليد، هناك تخليد في لندن لمعارك حدثت في الماضي وانتصارات للمملكة البريطانية. هناك تخليد في ساحات لندن، تشاهد تخليد ونصب تذكارية لهذه المعارك. الساحة المحيطة والشوارع، هذه لندن العاصمة، لندن. من قناة الحياة في بريطانيا أشكركم وانتظروني في فيديو جديد يوثق كل ما هو مهم في لندن ومناطق لندن المشهورة وأسواقها ومعالمها. شكرا لكم، مع السلامة أصدقائي.